فات. اتمنى ان انا اكون ان هو يكون طبعا مجهز نفسه لسيناريو، لان ده وارد جدا ان الزمالك يلعبك بنفس السيناريو اللي لاعب بيه الترجي. يقف ويتمركز ونوعا ما يسيب لك الاستحواذ ويشتغل على الكاونتر اتاك، خاصه ان انت قوه الضربه بتاعتك الاطراف علي معلول وهاني او فتحي لو حد فيهم اشترك، وهو كمان بيجيد الكاونتر اتاك بتاعته من على الاطراف زي ما شفنا، سواء اوناجم في الطرف اليمين او بن شرقي لو اتطرف في الطرف الشمال او حتى زيزو لو لعب. فلازم يبقى مجهز نفسه للحاجات دي. هيبقى هتقول لي مجهز نفسه ازاي؟ ان هيتطلب افساد الهجمه المرتده من قبل ما تقع، يعني من قبل ما الزمالك يفكر في تنفيذها انت لازم تفسدها، سواء باستخلاص الكوره بسرعه او بعمل فاول تكتيكي اللي بنسميه بنعطل بيه اللعب. في نقطه تانية برضو تقلقك شويه بكره في في النواحي الدفاعيه على الاهلي، الضربات الثابته. لان لما تيجي تبص على معدل الاطوال في الاهلي مش هو اللي يطمنك قوي. مثلا ايمن اشرف كسنتر باك نوعا ما قصير شويه. فتحي ما هوش طويل لو لعب يعني. اللي عندك طوال في النادي الاهلي اجايه طويل، اليو ديانج طويل، اليو بادجي ده لو لعب. بالظبط، ما هو واحد فيهم يا اجايه اليو بادجي الا لو هيودي اجايه طرف شمال ماشي. مين التاني؟ لكن انت عندك مثلا في الزمالك في عندك محمود علاء بيلعب براسه كويس، الونش لو لعب بيلعب براسه كويس، عندك ياسر ابراهيم، مصطفى عندك في الاهلي يعني، عندك ياسر ابراهيم، عندك رامي ربيعه، عندك ايمن اشرف. انا بقول لك كده لان بناء على التشكيل اللي انا حطيته. انا حاطط ايمن اشرف. طب تقول لنا التشكيل من وجهه نظري. من وجهه نظري الشخصيه هو الشناوي طبعا مفيش خلاف عليه اللي ما شاء الله الله اكبر بيعمل كده يعني، وبشيد بالمدرب حراس المرمى الاجنبي، واضح ان هو ما شاء الله فرق مع الشناوي جدا. فتحي وعلي معلول، ايمن اشرف ورامي ربيعه. ايمن اشرف ورامي ربيعه مظبوط، الاثنين مفيش اثنين بيختلفوا عليهم، هو الراجل ما بيغيرهمش. اليو باجي وعمرو السليه. اليو ديانج. اليو ديانج انا قلت لي باجي. الثلاثه اللي هيلعبوا ورا اجاييه، انا اخترت اجاييه. في الطرف الشمال كهربا، محمد مجدي قفشه لو سليم 100%، وفي الطرف اليمين وتاخد المفاجاه جيرالدو. ماشي يعني لاسباب لاسباب. اولا الزمالك عنده معاناه اسلام في الطرفين في النواحي الدفاعيه بين الاي حد، واضحه جدا يعني. خلاص اولا المباراتين كده هو في ماتش الترجي بيقرب المسافات قوي. ماشي برافو عليك. وفي نقطه كمان، الزمالك في اخر مباراتين تقال ما فيش اي اثنين احنا بنتكلم كوره، هم يعني اي حد عاوز ياخد الامور بحساسيه، وقلت الكلام ده بره. لا بتكلم كوره براحتك. الزمالك واضح جدا لاي حد بيتفرج ان الزمالك في احتياج شديد جدا لباك رايت في اسرع وقت ممكن. اثبتت الكلام ده المباراتين التقال اللي ورا بعض، الاسماعيلي وراها الترجي. الاسماعيلي وقلت الكلام ده في الراديو وقلتها في التلفزيون، مش بنفطس في الولد بس الولد المباراه كانت تقيله عليه، احمد عيد. وهو كمان الراجل لفت الايام واستبعده نهائيا من مباراه الترجي. حتى حازم لما لعب، حازم امام لما لعب في مباراه الترجي لا كان عنده معاناه، والدليل على كده ان اخطر فرص الترجي الكورتين اللي اتعملوا بالعرض على الارض للي جاي من ورا كانوا من ناحيه حازم امام. فاذا الزمالك عنده مشاكل في النواحي الدفاعيه في على الاطراف. هتقول لي حتى عبد الشافي، هقول لك عبد الشافي. عبد الشافي وعبد الله جمعه الاثنين الباكات ليفت بتوع نادي الزمالك عندهم مشاكل في التعامل مع الرجل العكسيه، عشان كده انا اخترت جيرالدو. يعني لو انا لو حسين الشحات ولا جيرالدو هيرهق واحد فيهم، جيرالدو اللي هيرهقهم. اولا الرجل العكسيه الرجل الشمال، عشان كده انا اخترت جيرالدو في الطرف اليمين وكهربا في الطرف الشمال. هروح لجيرالدو في السرعات. جيرالدو انا بعتبر ان اولا انت بتتكلم مع واحد مقتنع جدا بقدرات جيرالدو جدا. وشايف ان ذكاء كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، لان خلي بالك كان ممكن لما تيجي بعد ما تعاقدت مع اليو بادجي كان ممكن يكون هو اول اجنبي تفكر فيه رحيله، لان هو على الورق اقلهم مشاركه. ازارو راجل كان هداف الدوري في يوم من الايام، راجل رجله كانت في الملعب، راجل بيشارك. مين اجنبي عندك تاني هتفرط في ديانج اللي انت جايبه؟ مستحيل. معلول مستحيل. فكان ممكن اجايه مستحيل، فكان ممكن جيرالدو هو اللي يقول لك ايه هو اللي يمشي، خاصه ان ارتبط اسمه بقى بالصفاقسي وممكن يروح وهكذا. فانا شايف انت بتتكلم مع واحد مقتنع جدا بقدراته، شايف ان الراجل ده لو اشتغل مع جيرالدو في نقطتين شايف ان جيرالدو ده هيتنقل له يبقى حته تانية. النقطه الاولى يهدى سنه في اللمسه الاخيره
في الكرات العرضيه او اللمسه الاخيره اسلام، سواء لعب 1 2 مع الفرود وحط، او في اللعبه على المرمى اللي هي فيها سن التسرع. والنقطه الثانيه اللي اشتغل عليها سنس التهديف. أيوة. زي ما اشتغل، لو خلي بالك الناس كلها كانت بتلوم رمضان صبحي انه بيضيع كتير، ما شاء الله لسه هقول لك، بص ما شاء الله لغايه لما يتصاب كان كل مباراه في الدوري جول رمضان. فانا شايف ان جيرالدو لعيب مهم جدا في مباراه الزمالك. اولا دريبلر مرعب جدا بالكوره، اقصر الطرق للجول بيسلكها او بيتبعها، في السرعات مرعب جدا ومرهب جدا سواء لعبد الله جمعه او لعبد الشافي. ما بقولش ده ما يقللش يا اسلام من حسين الشحات